السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتناول بهذه المحاضرة مشكلة تصادف أغلب الباحثين، خاصة من يستخدمون البرامج الهيدرولوجية. شوف هسه احنا عندنا مشكلة ببرنامج الهيدرولوجي اللي هو سوات. أكو بالمناسبة مرات تشتغل البرنامج وتركه فترة طويلة، كأن يكون شهرين ثلاثة أربعة. بس أنا عندي هذا هنا ملف مسويته حتى أسوي السوات ووتر شيد دلينيشن، فهذا عندي الملف شنو حافظته ضمن الصيغ اللي اقدر افتحه واعدل عليه اضيف عليه، فهسه اريد اشتغل عليه نورمال. فشنو اسوي؟ رحت فتحته تلقائيا، دا يفتح ارك جي اي اس، مو كيو جي اي اس، ارك جي اي اس الاعتيادي اللي هو من شركة ازري. هذا تلقائيا انتظر انه يفتح طبيعي، ما مغيرة بيه نهائيا، نفس مكانه. تطلع لك هاي الرسالة تشبه النقل. ايش دا يقول لك؟ يقول لك ذا سوات 2005 ام دي بي اي سوات كذا داتا بيس سبيسيفايد يور، اتاكد من الماستر بروجرس مالتك غير موجود، بليز كوركت اند تراي اجين. ايش تسوي؟ هذا شنو اسمه؟ نفس الاسم راح تلقى ملف اكسل موجود نفسه، مو تروح على هذا. هذا شنو اسمه؟ نفسه ملف اكسل، انا ناشئته سابقا ومشتغله بيه. فتروح على هذا ملف الاكسل تفتحه. من تفتح هذا ملف الاكسل راح يفيدك، راح تروح تقدر تشتغل تلقائيا. فهسه شو نسوي؟ فتحنا قلنا اللي سولفنا عليه الاكسس الموجود، لازم نفس الاسم مال سوات هذا، تمام عين نفس الاسم اللي مشتغله انا عليه ووتر شيد دلينيشن وكذا. هسه رحت فتحت تلقائيا، تروح على كلمه تلقاها بي بالداتا مالت الداتابيس ماستر بروجرس. اوكي، تروح تتاكد انت وين يطلع لك هاي الرساله، من الوركر مال الاي دي مالتك يطلع ما يشبه يشبه السوات جيو داتابيس. فشو تسوي حتى تحل هاي الازمه بكل تفاصيلها؟ تروح تدخل هنايا، تمام، تروح على البرنامج مالتك الموجود هنا، هذا تضغط عليه منه، بس تضغط منه. شوف لاحظ حتى ينطيك الموقع الصحيح، يعني تلقائيا هسه راح اطلع منه، راح ارجع ادخل. هسه هالشكل ما تعرف، خاف تكتب كلمه حرف تخطا بي، فشو تسوي؟ اضغط هذا السهم البريفيوس لوكيشن راح يعطيك الموقع الخاص بالضبط، تضغط انطاك اياه. شو تسوي هسه هذا تلقائيا؟ روح قل له انطي كوبي، خلص صار عندك. تروح على هنايا هذا تلقائيا، قل له بيست، تمام عيني، وروح لهنا الجيو داتابيس. هذا هنا الجيو داتابيس، تتأكد منه هذا. ها تنتبه اكو بهذا الجيو داتابيس بالنهاية مالته ام دي بي اي سوات 2012 ما موجودة بذاك. فشو تسوي؟ ترجع وكأنه خطوة ستدي اريا، هاي المفروض موجودة. فش تجي منها تجي منها تغير حتى يصير المشابهات. شيل هذا، تنطي القيمة، لازم يتبقل بالأخير هذا سوات 2000 وكذا ام دي بي اي. بعد ما تعطي هاي الخيارات تقول له اوكي، راح يحفظهن هو، تمام عيني. هاي هنا موجودات. هسه نجي نشغل البرنامج مرة ثانية، خطوات جدا سهلة وبسيطة وما تحتاج، مجرد تروح على الماستر بروجرس تغير. لاحظ هسه فتحنا البرنامج، نفتح بسهولة. صراحة أنا شارح الماستر بروجرس بفيديو ثاني، بس ذاك إذا نقل ونوعا ما حسيت روحي مطولتها كلش، فحتى اختصارا للوقت ليش وتأكد وروح على كلمة كلمة، لا ما حاجة. تلقائيا تروح على هذا، تحدد من هناية، تأخذ لك كوبي، تفتح السوات مالتك اللي لازم يشبه هاي النسخة مال السوات. تلقائيا تاخذها وتروح تشتغل عليها، تروح تتاكد من قلت لك مكانيا، تفتح الماستر بروجرس مالتك من الاكسس جيو داتابيس الخاص بشغلك. هاي هسه هنا أنا فتحته، انت تتاكد من مكانيا. هاي عاده مره ثانيه حتى تصير سهله عليك. انا صراحه يعني مرات اكو بعض المشاكل تاخذ وقت، ممكن ايام ممكن اشهر، مشاكل تطلع لك بالعمل، فهاي الامور راح يسهل لك اختصار عليك هذا الوقت. تروح على الوركر اي دي
تلقائيا تنسخه مباشره. هنا جيو داتابيس ما تنسخه مباشره، تنسخه من البدايه. ما تلقى هاي الكلمات، هسه اشوفك اياهم بالاخير. بعد هاي اخر شيء اكو سلاش سوات السنه الفيرجن مالته دوت ام دي بي، هذني تخليهن لان ما موجودات ضمن اللينك هذا الاصلي اللي موجود هنا. فش تسوي؟ بس ذني خليهن، ذني لا تغيرهن. انتقل من عتهن، انتقل من عتهن، بعد ما تنتقل من عتهن غير بالبقيه، وهكذا. بعد ما تغير انطي راسا، اما تريد تقول له سيف او هو تلقائيا راح يسيف اوتو سيف. خلاص هاي والله هاي غير برنامج. هسه نجي نفتح عندك برنامج الجي اي اس، تقدر تشتغل عليه مباشرة وبكل سهولة وبكل اريحية. هذا الموضوع راح ان شاء الله يسهل لك هواي امر. انا حبيت اناقش المشكلة مرة ثانية، انا سبق وتناولتها، قلت اذا نقلنا الملف من مكان الى اخر. لا، مرات اصلا انتبهت ان المشكلة تظهر لك وبسهولة، مو بس شرط اذا نقلت، وانما تظهر لك اصلا اذا انت سويت مثل ما نقول، اذا انت سويت العفو يعني تركت البرنامج فترة، فترجع يعني عليهم بينفتح البرنامج، فتحتاج تعدل هذه الخطوة. ان شاء الله يكون هذا الفيديو القصير عجبكم، هو عبارة عن حل مشكلة وراح يساعدكم ان شاء الله هواي. واحنا ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله ما تكون وقت تواجه مشاكل، لكن ان اي مشكلة ظهرت لنا في مكان ما ايضا راح نسوي عنها فيديو قصير بعد ما نعرف الحل اللي خاص بها، حتى نسهل عليكم الامر بالشيء الممكن اللي نقدر عليه. ان شاء الله التقيكم بفيديوهات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه. هذا الموضوع مال هاي الفيديو البروبلم، راح اكتب البروبلم هاو مثلا تو فيكس بروبلم ماستر بروجرس، حتى انت ان شاء الله تعرف عنوان الفيديو اللي خاص بها. شكرا جزيلا.